بالجلسة الماضية من عقدة نهار الأربعاء كان الاتفاق على جلسة نهار الأحد صباحا الساعة 1، وتحدد مكان الاجتماع مع بردال كبيري من الجهة اللي موجودة هون عندنا. الجانب الروسي جاب سيارة زيل بده يصير تفاوض ضمن سيارة زيل، رفضنا هذا الكلام. بده ينقل التفاوض للجهة المقابلة الحاجز، رفضنا هذا الكلام، وصرينا أنه يكون اللقاء بالخيمة وعلى أراضينا. لذلك الجانب الروسي لغى الاتفاق ولغى الاجتماع وقال الاجتماع ما بتم إذا ما تم الاجتماع بالجهة المقابلة لجهة النظام، ونحن رفضنا هذا الكلام، لذلك التغت الجلسة. في هذه الخيمة على معبر بلدة الدار الكبيرة، البلدة الخاضعة لسيطرة الثوار، كان مقررا أن تتم الجلسة التفاوضية الجديدة اليوم بين هيئة التفاوض الممثلة لفعاليات ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي من جهة، وبين الجانب الروسي من جهة أخرى، ولكن الجانب الروسي رفض أن يجري الاجتماع اليوم وهذه الجلسة اليوم بسبب أنه أصر على أن يكون الاجتماع في الجانب المقابل، أي في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا النظام، وهو ما رفضته اللجنة العسكرية المكلفة اليوم بإجراء هذا اللقاء مع الجانب الروسي، وبالتالي ألغى الجانب الروسي هذا الاجتماع بهذه الحجة الواهية. طبعا أنور أبو الوليد للأورينت نيوز، ريف حمص.